اهلا يا اطفال، في حصتكم المفضله عبو يزيد راح يتطرق ليوم مهم جدا معكم. 5 ماي تاسيس جمعيه العلماء المسلمين في 1931. اذا احداث سطيف قلمه وخراطه 8 ماي 1945. سوف نتكلم اليوم عن الشيخ المبارك الميري. كاين يوم عالمي ما تكلمناش عليه، راح نتكلم عليه دركا لانه كاين مفاجأة تمشي معاه، هو اليوم العالمي للتلوين. اذا عمو يزيد لكم اغنية تتغنى بالالوان. الدنيا الوان والالوان هي النور في كل مكان، تبعث البهجة والسرور. انتم اللي راكم تشوفوا فينا، الا حبيتوا تجوا تحضروا وتفرحوا كيما هاد الاصدقاء اللي راهم هنا، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات باش نقراو الرسائل تاعكم هنا. استنونا في الاسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام. كلون القمر كاوراق الشجر اصفر، كلون الموز احمر، كلون الكرز. الدنيا الوان والالوان هي النور في كل مكان، تبعث البهجه والسرور. عيد ميلادك احلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصه عمو يزيد؟ اذا اجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. اجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغنيلوا. تعالوا هلموا الينا انضموا مع عمو يزيد.